السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل الجوزة المغلفة بالراندا. أول حاجة غادي نخدمها معاكم هي طريقة عمل التوب، كيفاش نقدروا نصوبوا التوب ديال الجلابة ولا ديال القفطان باش نديروا نبداو نصف طوق ديالنا. فالآن غادي نحاول أنني نبدأ من اعتبره باللي هاد الطرف ديال التوب هو جلابة كاملة. فهاد البداية هادي اللي أنا باديها اعتبروها هي جليل ديال الجلابة، اعتبروا أنني دابا بديت من جليل ديال الجلابة. فانتوما غتبداو من جليل وتبقاو غاديين طالعين بهاد الطريقة هادي، كتخيطوا خياطة عادية باش تقدروا أنكم توصلوا البداية ديال النصف طوق اللي نتوما باغين تخدموه. كل واحدة شحال غادي تخدم في النصف طوق ديالها، المهم وهو نوري لكم فقط البداية كيفاش غادي نتبداو. فايت لي شرحت هاد الطريقة هادي على ما كنظن، ولكن ماشي مشكل نعاودها معاكم بسرعة. فلاحظوا معايا مزيان، دابا بدينا الخياطة من جليل حتى وصلنا للمكان اللي غادي نديرو فيه النصف طوق ديالنا. دابا دورت التوب، لاحظوا معايا مزيان شنو غادي ندير. فالتوب غادي يكون عندي بهذا الشكل هذا، نتوما غادي نخيطو حتى وصلتوا لهاد البلاصه هذه هنا فين انا غادي نبدا نصف طوق ديالي. فشنو غادي ندير؟ ببساطه غادي ندور التوب كامل، الطرف ديال التوب كامل اللي فيه الكم كامل غادي ندوروه حتى يعطيكم هذا الشكل ديال المثلث، شكل المثلث. لاحظوا معايا هذا الخط غادي نيشان، وهاد هذيك الملاقيه الصغيره ولا الخياطه اللي خيطناها من جليل غادي نيشان باش في النهايه ناخذوا شكل ديال المثلث. ومن بعد نوري لكم كيفاش غادي نكملوا ونقطعوا التوب باش نقدروا ندوروا الدوره ديال الجوزه، المهم الدوره ديال اي خدمه، الدوره ديال نصف طوق. فلاحظوا معايا مزيان، دابا خيط هاد خيط هاد الطريف هذا ديال التوب باش نقدروا يولي عندنا شكل ديال بدايه نصف طوق. لاحظوا معايا غادي نيشان هاد الخط، وهنا ولا عندي مثلث بهذه الطريقه هذه. فهذه هي اسهل طريقه باش تقدروا انكم تصوبوا البدايه ديال نصف طوق ديالكم. لاحظوا معايا مزيان، هنا انا مثبته التوب بالفنيت، المهم انا دائما افضل انني نستعمل بزاف ديال الفنيت باش نقدر نثبت التوب ديالي مزيان. الان لاحظوا معايا مزيان واحد الطريقه اللي غادي نعطيكم دابا. دابا غادي تشوفوا معايا كيفاش نقدروا نحسبوا باش نوصلوا العدد اللي بغيناه في هاد الجوزه هذه اللي هي الجوزه المغلفه. فمن بعد ما كتحصلوا على هذا المثلث هذا غتشوفوا معايا كيفاش تقدروا انكم ديروا بحال هذه الجوزه هذه. اهم حاجه خاصكم تعرفوها وهي طريقه الحساب. هنا لاحظوا معايا ان هذه الجوزه هذه مبنيه على 5 ديال الفراغات. الفراغات هما هذوك العوينات الكبار ديال الجوزه، هادو هما الفراغات اللي تنقصد انا. هذه الجوزه هذه فيها 5 ديال الفراغات، فركزوا معايا مزيان كيفاش تقدروا انكم تزيدوا العدد ديال الفراغات او تنقصوا العدد ديال الفراغات، كل وحده وعلى حساب الذوق ديالها. فاول حاجه غادي تنتبهوا ليها قبل ما تبداو الجوزه ديالكم، غتخدموا جوزه عاديه، تبقاو غاديين بالغرازي ديالكم حتى توصلوا للعدد اللي نتوما باغين تخدموا عليه. المهم اهم حاجه وهو انك تحدي شحال بغيتي من فراغ قبل ما تبداي الخدمه، لانك الا ما حددتيش شحال بغيتي من فراغ غادي تجيك الخدمه صعيبه بزاف، وممكن انك ما تحصليش على النتيجه اللي بغيتي. المهم القاعده اللي اكتشفت من مورا ما خدمت جربت هذه الخدمه جوج ديال المرات باش قدرت ناخذ هذه القاعده هذه، الا بغيتي في النهايه تجيك الجوزه على 5 ديال الفراغات غادي تبداي الخدمه ديالك ولا غتبداي الجوزه ديالك في الغرزه 9. فاش تخدمي 9 الغرزات غتعطيك 5 الفراغات، اما اللي بغات 6 ديال الفراغات فغتبدا الجوزه في الغرزه رقم 11، واللي بغات 7 ديال الفراغات غتبدا الجوزه في الغرزه رقم 13. فاش تخدمي 13 غرزه غتبداي الجوزه ديالك غتعطيك 7 ديال الفراغات، اما
اللي غادا تبدا في الغرزه رقم 14 فغادا تعطيها 8 ديال الفراغات. المهم هذه هي القاعده، حاولوا انكم تلتقطوا صوره وبنيو عليها، يعني بنيو على هذا الاساس. اللي بغات 5 الفراغات غتبدا الكوزه في 9 الغرازي، المهم هذه راه غنخدمها معاكم. واللي بغات 6 ديال الفراغات غتزيد 2، يعني غتخدم 11 غرزه. واللي بغات 7 الفراغات غتبدا في 13، واللي بغات 8 تبدا في 14، واللي بغات 9 تبدا في 15، وانتم غادين وطالعين. المهم هاد القاعده هذه انا غير درتها لي، يعني غير بقيت كنجرب في هاد الخدمه حتى لقيت القاعده المناسبه اللي غادي نقدر نخدم بها الحجم ديال الكوزه اللي انا باغا. بطبيعه الحال ماشي كلشي غادي يبغيو يديروا الكوزه على 5 ديال الفراغات، انا هنا غنخدم معكم فقط على 5 ديال الفراغات. كاين اللي غتبغي اكثر وكاين اللي غادا تبغي اقل. مثلا اللي غادا تبغي فقط 4 ديال الفراغات غتبدا الكوزه في الغرزه رقم 7، فاش توصل لسبعات الغرازي غتبدا الكوزه ديالها. على العموم غادي نبدا معكم الكوزه خطوه بخطوه، غنمشي معكم بالتدريج. هاد الكوزه هذه غادي نخدموا فيها بزاف ديال الاجزاء، ولكن غير باش نخدم معكم بالتفصيل خاصة للسيدات المبتدئات. المهم أول حاجة غادي نديروها وهي البداية ديال الكوزة العادية، يعني الكوزة اللي نتوما متعودين تخدموها، غنبقاو غادي نخدامين عادي جدا. لاحظوا معايا دابا هنا درت 2 ديال الغرازي، هنا حنا غاديين وتنزيدوا بطبيعة الحال، فهنا هذه هي الزيادة اللي هي الغرزة رقم 1، ودابا نمشي اللي حداها وندير الغرزة الثانية ونمشي اللي حداها. لاحظوا معايا مزيان، غادي نخدم الغرزة الثالثة. ودابا غادي ننتقل للتوب، دائما فين ما كنضربوا في التوب كنديروا الزيادة. لاحظوا معايا هاد الغرزة هذه هي الزيادة، غادي نبدا منها غتعطيني 1 في كل سطر، ولا في كل دور تتزاد عندك عوينه ولا تتزاد عندك غرزه وحده. لاحظوا معايا دابا هذه رقم 2 ونمشي اللي من موراها وغادا تعطيني رقم 3، واللي من موراها غتعطيني رقم 4. ودابا غادي نخدم فوق التوب عادي جدا، ونرجع نخدم في هاد الغرزة هذه اللي ضربت في التوب، فغادا تعطيني 1 2 3 4 5، ونخدم دابا في التوب. المهم انا كنت باغا نتجاوز هاد المرحله صراحه ونبدا نيشان في الكوزه، ولكن قلت يمكن بعض السيدات يبغيو البدايه، فمن الاحسن ما نتجاوز حتى شي مرحله، وكل واحد يشوف الحاجه اللي بغاها. اللي بغات نيشان الكوزه تمشي نيشان الجزء الثاني بلا ما تفرج في هذا الجزء الاول، مشي نيشان الجزء الثاني. واللي بغات تتبع معايا خطوه بخطوه تمشي عادي جدا. دابا هنا خدمنا 3 ديال الغرازي وهذه الرابع غرزة، وغادي نمشي عادي جدا نخدم 5 غرزة، والسادس غرزة. ودابا غادي نمشي نخدم في التوب كالعادة، هنا فين كاينة الزيادة فغادي نزائد 1 ونمشي عادي جدا. هذه 2 3 4 5 6 والغرزة السابعة. ودابا نخدم على التوب ونرجع في هاد الغرزة هذه اللي درت طبيعة الحال ديال الزيادة كالعادة. المهم 1
اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية. ودابا غادي نضرب في التوب فهاديك الضربة اللي في التوب هي رقم 9 هي هادي، يعني دابا فاش الهبطة اللي غادي نهبط غيخرجوا لي 9 الغرازي. المهم ان شاء الله في الجزء الثاني نكمل معاكم الخدمة ونشوفوا كيفاش غنبداو الجوزة على 9 ديال الغرازي كيف ما شرحت لكم في هذيك القاعدة. و المهم شكرا للدعم ديالكم وشكرا على المشاهدة.